وخلي بالك في مسحاء كذبة جاءوا قبل المسيح وادعوا إنه المسيح، وفعلا خسروا وفشلوا فشلا ذريع. في مسحاء كذبة جاءوا بعد المسيح وأنبياء كذبة بعد المسيح، وطبعا فشلوا فشلا ذريع. والكتاب المقدس في إنجيل يوحنا أو رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثاني بيتكلم عن روح ضد المسيح. شو هي روح ضد المسيح؟ يعني كل ما لا يتفق مع روح المسيح. طب شو هي روح ضد المسيح؟ الذي ينكر إنه المسيح جاء في الجسد، بينكر المسيح وبينكر الآب والابن، يعني الهوية الكاملة ليسوع المسيح إنه فعلا هو ابن الإنسان ابن الله، وإنه تجسد في ملء الزمان أخذ جسد، وإنه فعلا هو المسيح. وهذا الإنكار الكتاب المقدس بسميه روح ضد المسيح. طبعا كل مع كل محبة كل إنسان بينكر الابن والآب هذا هو روح ضد المسيح. فالمسيح أو الرسول يوحنا بيقول من هو الكذاب، يعني هو بيتكلم عن الشيطان، لأنه الشيطان هو الكذاب وأبو الكذاب. إلا الذي ينكر أن يسوع المسيح هو ابن الله. فإذا الإيمان بيسوع المسيح الهوية هو الشيء الرئيسي والموضوع الرئيسي، موضوع الخلاص.